السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، يا رب تكونوا في أفضل الأحوال. التيكوما أو معشوقة القطط كما يطلق عليها، وهي جنس من النباتات اللي بيتبع الفصيلة البنيونية من رتبة الشفويات. وحضرتك ما تستغربش إذا كان عند حضرتك هذه الشجرة ذات الزهور الصفراء الرائعة، وتشوف في كل مرة طوابير من القطط في حالة من الهدوء والاسترخاء النفسي، وهي بتدور وبتتعلق بأغصان وفروع هذه الشجرة الجميلة. إنها شجرة التيكوما. هذه الشجرة بتحتوي على مادة بتجذب القطط بشدة ليها، وهذه المادة بتشتد فعاليتها بجفاف ثمار التيكوما وأوراقها. فإذا أخذت حضرتك بعض من ثمار أو فروع من هذه الشجرة الغزيرة الإنتاج وكثيفة الإزهار والصبورة بشكل كبير جدا جدا على البيئة القاسية والشمس الحارقة، وقدمته لقططك المحبوبة، فستشاهد موجة من الهستيريا واللعب الغير طبيعية والتعلق بهذه الثمار والفروع لساعات وساعات. فسبحان الخالق المبدع. وإكسار شجيرات التيكوما بتكون عن طريق العقل أو الترقيد، وكمان ممكن إكسارها عن طريق البذور. ولكن أسهل طريقة وأسرع طريقة لإكسار هذه الشجرة الرائعة هو التعقيل اللي بيكون في فصل الربيع. ومن أسباب انتشار زراعة التيكوما في المناطق الحارة إنها بتتميز بعدة أشياء. أولها إنها بتتحمل الحرارة والجفاف، وبتنشط بشكل كبير جدا جدا في التربة المفككة، وهي كمان دائمة الخضرة، وأزهارها بتستمر عليها المدة تصل إلى 8 شهور تقريبا. وكمان التيكوما نموها سريع وفروعها بتكون قائمة، وده بيجعلها صالحة أنها تكون شجرة مستقلة أو كنموذج فردي لتزيين الشوارع والحدائق. والتيكوما من النباتات المقاومة للتيارات البحرية بشكل كبير جدا، علشان كده يمكن الاستفادة منها وزراعتها بالقرب من الشواطئ. وكمان حضرتك ممكن تشكلها بالصورة اللي بتناسبك، لأنها بتكون قابلة للتأليم بشكل كبير. خلصت حلقة النهاردة اللي تعرفنا فيها على شجرة التيكوما وسر سعادة القطط بهذه الشجرة الرائعة. نشوفكم في الحلقة الجاية من حلقات فنون اللاندسكيب إن شاء الله. دمتم بود، في أمان الله.